أول حب بحياته؟ والله كان أول حب بحياته هو ساعة تعرفت وشفت أم عيالي اللي هي أم عبده، الله يخلي لي إياها يا رب ويحمينا إياها ويحميكم. والله يعني لا حب ولا غيره، أهله بيعرفوا أهلي، وصارت الخطبة وصار النصيب. يا سيدي أنا ما حبيت بحياتي، حب ما حبيت. كنت سنة رابعة جامعة، تعرفت على المدام حاليا، هي كانت أول حب في حياتي. تجوزت صغيري وكنت لا بعرف بالحب ولا بعرف بالشيء، وتعري زمان أول ما كان مثل هالزمان. وظليت بجي سنتين مخطوبي وتجوزنا والحمد لله. لفت نظري واحدة شجرة عيون خضر، فحبيت أتعرف عليها سنة كاملة وأنا أحاول أحكي معاها تهرب. بالأخير أجت لحالة تقول لي شفتك بالمنام غرقان وجيت طلعتك، حبيت أتعرف عليك. والله أول ما حبيت أبغى أصيب من عمري 7 سنين، ضل 12 سنة لأخذني خطبني من صغيروني، ضل 12 سنة لأخذني، وحبينا بعضنا كتير ونضل مع بعضنا، وراحت الأيام وجت الأيام هلق زهدنا حياتنا خلصنا. أول حب حياتي عمري تقريبا 19 سنة، حبيت واحدة وظلت أنا وياها متعاشقين حوالي 3-4 سنين، من 3 سنين ل4 سنين. اشتي كان عمري شيء 18 سنة، أول ما شفتها حبيتها وتم النصيب وأخذت الحمد لله رب العالمين. حبيت واحد رحت معه على البيت، بعدين صارت محبة بيني وبين أخته وتجوزت أخته وهلا أم ولادي. بأيامنا ما كان في حب، يعني عيب الحب عيب. ابن عمي أجا خطبني وجوزنا. أول حب حياتي يعني حبرت أكيد يعني ما حبيت حدا غيره. هي حبتني وأنا حبيتها، وبعده أخذنا بعضنا والبعض والحمد لله مستورة ولحد الآن. عقدت عقادها، ظليت سنتين من هون بسرع عند العالم، بيشتغل عند العالم. بعد واهلها قال بدي تركينه، قالت له ما بتركه، والله ما بتركه إذا تقطعون يدي ورجلي. تمينا أنا وياها على سنتين، هي بتشد على جنب وأنا على جنب، ما تركت ولا تركتني. مين هي أول حب حياتك حجي؟ أنا لا. المرأة عندي المرأة. كنت بسن المراهقة بالصف التاسع يعني بين جيراننا، فالتقيت أنا وياها بالصدفة بالطريق وعلقت السنارة. كنت مش نسى 15-16 أخيوش، كانت مو بنت حد منها أخيوش، شايف شلون جيراننا، وردت فترة طويلة أخيوش ما صار نصيب. أنا ما حبيت بحياتي.